محمد نامي يعطيك العافية سيناريو المباراة بشكل عام ماشي بسم الله الرحمن الرحيم اليوم قدمنا مباراة قوية بيننا وبين نادي الاتحاد وكان ودنا نفوز لكن حظ ما حال كان عليك ضغط في الجهة اليسرى والله بصفة عامة مباراة كلها يعني كانت قوية يعني طوال الشوطين المباراة كانت قوية الحمد لله تعتقد انه شاهدنا الهلال في معظم اجزاء الشوط الثاني واخره يعني كان اطمئن للتعادل رضا بالتعادل والله شوف احنا والله جينا هنا جد على اساس نفوز يعني ما كان هدفنا التعادل لكن اذا ما جاء الفوز الحمد لله على التعادل شكرا محمد